صباح الخير. حقيقة يمكنت أنا بزيارة لدولة رئيس مجلس الوزراء بخصوص الجولة اللي قمنا فيها الأسبوع الماضي، وهيدي كانت جولة نظمها مكتب اليونيسف ببيروت، وكانت وفد ضم من يعني بالإضافة لوزارة الصحة رؤساء جمعية طب الأطفال في لبنان. الجزء الأول استهلنا هذه الجولة بلقاءات في جنيف شملت منظمة الصحة العالمية، المفوضية العليا للاجئين، الاتحاد العالمي للقاح الجافي، بالإضافة لجمعيات الصليب الأحمر، منظمة الصليب الأحمر الدولي، واتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالإضافة للجلوبال فند. الأمور اللي تم التطرق إلى هي التالي: أول شيء كان هنالك مباحثات عن الوضع الصحي في لبنان. نحن بنعرف إنه الوضع الصحي في لبنان حقيقة هش بسبب عدة أمور، ومن أهمها الانعكاس الوضع الاقتصادي الصعب على يعني الوضع الصحي. وأهمية هيدا الأمر هو إنه نحن، وهذا اللي علمنا إياه الكورونا، إنه نحن الوضع الصحي في العالم كله مترابط، ولذلك فهشاشة وضع صحي في أي بلد حينعكس على الأكيد على الوضع الصحي في الإقليم ومن ثم في العالم. ولذلك في اهتمام كان من الجميع لحتى نشوف كيف نحن نتدارك هيدا الموضوع، إن عبر المساعدات أو إن كان عبر دعم يعني النظام الصحي وتقوية الأنظمة اللي موجودة عنا. وهيدا حقيقة الموضوع اللي عبر عنه دكتور تدروس رئيس منظمة الصحة العالمية شخصيا، ويعني وحقيقة أبدى كل دعم لنا في لبنان. وهيدا الدعم حينعكس غير المساعدات مباشرة، حينعكس كذلك على أمور تتعلق بدعم بعض البرامج والمشاريع اللي عم نقوم فيها، إن كان على مستوى الرعاية الصحية الأولية أو على مستوى الانتقال الرقمي، يعني مكننة كتير من الأمور اللي عم نقوم فيها بالوزارة، إن كان بمستودعاتنا بالكارنتينا أو كان بمكننة الأنظمة اللي بنستعملها بالمستشفيات أو بمراكز الرعاية الأولية. كذلك الموضوع اللي بحث بالمفوضية العليا مع فيليبو غراندي كان موضوع الجهود اللي بذلها لبنان ل يعني احتواء اللاجئين، العدد الكبير جدا من اللاجئين اللي بيبلغوا تقريبا حوالي ثلث عدد السكان. وحقيقة في كان تقدير كتير كبير من الجميع اللي شف يعني اجتمعنا فيهم للجهود اللي بذلها لبنان بهيدا الموضوع. ولكن نحن طبعا كان في تشديد على أنه نحن يعني لبنان لن يستطيع، وخاصة بضمن أزماته، أنه هو يقوم بكل يعني اللي عم بيقوم فيه من غير ما يعني يكون في مزيد من المساعدة. وطبعا يعني اللي أبلغني شخصيا فيليبو غراندي أنه يعني هن كالمفوضية فهمانين هذا الموضوع، وهن ملتزمين ب يعني المساعدات اللي ذكرناها، علما انه بالوضع الضاغط الجديد والأزمة العالمية اللي موجودة كان واضح انه اهتمامات العالم هي هلا مركزة على موضوع شو عم بيصير بأوكرانيا. نحن بنعرف انه هلا تقريبا عدد اللاجئين صار فوق 1,200,000 في فترة كتير زمنية قصيرة، وهالامور وهيدا بيخلينا نرجع نأكد أهمية انه لبنان يكون دائما حاضر ب يعني هالاجتماعات الدولية هاي، ليضل نحن على الأقل ضامنين إنه نحن ما نحتاجه حيستمر بالوصول إلى لبنان. بموضوع اللقاحات كان عنا اجتماع مهم جدا مع الجافي، لأنه نحن يعني نسبة اللقاح في لبنان عم تتراجع. نحن وصلنا مثلا بموضوع البوليو كنا فوق 90%، نحن هيدا نسبة نشر اللقاح في لبنان انخفضت انخفاض ملحوظ، وهذا حقيقة أمر مقلق، وخاصة أنه نحن بالإقليم بلش في كلام على أنه في يعني حالات بوليو شلل أطفال شخصت يعني، وهذا ضمن الوضع يعني الوبائي في المنطقة. إذا بالفعل رجعنا شفنا أنه حالات بوليو أو شلل أطفال، فهذا حيكون يعني أنا برأيي أمر صحي خطير.
لمرض نحن اعتقدنا أنه تم القضاء عليه. فنحن هذا الموضوع كذلك نحن بهمنا أنه يعني لبنان ينعطى استثناء لحتى نقدر نحن نحصل على هدول اللقاحات بأسعار زهيدة جدا، لحتى نقدر نسترجع يعني الأرقام اللي كانت عنا موجودة قبل. وبهذا الموضوع نحن كان من الواضح من الجميع أنه هن في دعم لطلب لبنان لأنه ينعطى يعني الوضع الاستثنائي لحتى نقدر ناخد هاللقاحات بسعر زهيد. واللقاء الأخير كان مع الجلوبال فند اللي هي داعمة للوزارة بمواضيع الأنظمة الصحية وبعض البرامج المعينة مثل برامج السل وبرامج الأيدز، وهذا يعني الدعم إن شاء الله مستمر. ثم انتقلنا إلى الدنمارك. هناك بالدنمارك كان في عدة لقاءات مهمة كذلك. اولا كان هنالك لقاءات مع يعني في وزارة الخارجية والتنمية في الدنمارك مع مساعدة الوزير هناك لحتى نتابع المشاريع اللي عم بتقوم فيها الدنمارك في لبنان. ونحن بنعرف انه هنالك يعني عدة مشاريع قائمة لدعم أنظمتنا الصحية او بمجالات اللقاء، وتم البحث كمان بكيف نحن ممكن يعني نزيد ونوسع هيدا الموضوع. وكان هنالك لقاءات مع شركة نوفو نوردسك ونوفو نوردسك فاونديشن اللي هن يعني من الشركات الرئيسية بموضوع العناية بمرضى السكري وخاصة علاجات الإنسولين وكل ما يتعلق فيها. نحن بهذا الموضوع هنالك برامج خاصة لمرضى السكري واللي بتساعد إنه نحن نضمن إنه كل الإنسولين اللي بيحتاجوه والأدوية توصلن، بالإضافة لبناء وتحسين الرعاية الأولية يعني مستوى الاعتناء بمريض السكري بمراكز الرعاية الأولية تبعولنا بالوزارة وبالمستوصفات. وهيدول البرامج نحن يعني هنالك مساعدات حتيجي ببضع ملايين من الدولارات لهيدا الموضوع، ونحن بطور نشوف كيف نشتغل معهم على مشاريع أخرى كذلك، وخاصة بإطار التحول الرقمي ديجيتال ترانسفورميشن، وكيف نطبق هيدا على موضوع تراكينج لأدوية السكري لنأكد أنه كل ما يحتاجه المريض يصل إليه. وهذا الموضوع نحن هلأ حيكون في لنا يعني متابعة مع يعني الجمعية اللبنانية لأمراض السكري. أخيرا كذلك كان في اجتماعات كتير مهمة مع اليونيسف. نحن بنعرف أنه اليونيسف هي من الشركاء الأساسيين للبنان بقطاع الصحة والتعليم، ولكن بما يخص الصحة نحن كان في لنا زيارات لمستودعات الكبيرة تبع اليونيسف، وهنالك مساعدة عرضتها اليونيسف على لبنان بموضوع أول شيء إن كان بالمساعدات في مساعدات ممكن أو حتى إذا بده يشتريها لبنان بأرقام جدا زهيدة، وأخيرا بموضوع تنظيم عملية يعني توزيع الدواء توزيع المواد الطبية. وهذا الموضوع كتير مهم لأنه نحن بصدد إعادة افتتاح مستودعات الكارنتينا، وطبعا نحن بهذا الموضوع بهمنا أنه نحن لما نفتحها يكون كلياتها ممكننة، تكون كلها يعني على نظام رقمي بيسمح لنا أنه نعرف تماما شو اللي عم يجي وكيف أنه عم توصل لجميع يعني المواطنين. بالاختصار كان لقاءات جيدة. نحن كان هنالك تقدير كبير للدور اللي عم يلعبوا فيه لبنان خاصة مع اللاجئين واللي عم بيقوم فيه يعني بالنظام الصحي. هنالك وعود بالدعم واستمرار الدعم اللي هو موجود حاليا، ولكن كذلك نحن بدنا نعرف انه بضمن الأزمة العالمية اللي موجودة في العالم يجب علينا انه نحن نسرع بتطوير نظمنا لنعتمد على حالنا، لأنه واضح أن هنالك اهتمامات أخرى كذلك يعني عم تبرز على صعيد الأزمات العالمية. وشكرا. هلا نحن ما كتير بنستورد أدوية من أوكرانيا أو هالأمور، فنحن كاستيراد ما عندنا كتير خوف. نحن التأثير الأزمة الأوكرانية علينا هي بموضوعين أساسيين. أول شيء مثل ما بنعرف يعني نحن مثلا شفنا شو عم بيصير بموضوع البنزين، لأنه كأزمة عالمية رفعت أسعار الوقود رفعت أسعار الفيول وكذا، وهذا ما في شك له تأثير على المستشفيات وغيرها.
فهيدي طبعا عم بتشكل يعني أزمة عالمية عم بتزيد من هشاشة وضع. الموضوع الثاني اللي بيأثر علينا طبعا أنه نحن بنعرف أنه يعني المنظمات الدولية خاصة المنظمات اللي بتعطي مساعدات وهالأمور يعني اهتماماتها تنتقل بحسب الأزمات، ونحن هون بهمنا أنه نحن ما تصير الأزمة اللي عنا نحن في لبنان أنه تروح من الاهتمام العالم ويصير التركيز على أماكن أخرى، وطبعا لأنه نحن وضعنا لا زال هش، ونحن بهمنا بهيدا الموضوع أنه يعني نحن نرجع يعني نقوي هالنظام الصحي قبل ما تجينا أزمة جديدة لا سمح الله ترجعنا لورا.